السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سأقوم بتركيب وبرمجة روبوت يتفادى الحواجز أو روبو إيفيتور دوبستاكل باستعمال بطاقة الأردوينو. هنا استعملت بطاقة من نوع أونو، وكذلك الهيكل الروبوت لو شاسي روبو والملتقط المستعمل لالتقاط المسافة التخصصون SR04. بالنسبة للجهة اليسرى كان عندي هنا المحرك يخدم بالدي 9، يعني تحكم السرعة ديالو بالدي 9، والدي 7 والدي 8 للتحكم في منحى دوران الحركة. لاحظوا هنا مثلا عندي النيفو هو والنيفو با، يعني هاي با، ونفس الشيء هنا نيفو هاي والنيفو با، اللي يعني المحركين بجوج كيدورو في نفس الاتجاه. مثلا هنا اللي سميتها مارش، هاد العملية كلها او هاد البرنامج سميتو مارش، يمكن من تقدم الروبوت. الان غندير نفس البرنامج، ولكن بغيت الروبو باش يدور على اليسار. اذا غادي نختار نفس العمليه هذه، ولكن هذه المره غنسميه دروات، يعني هذا السو بروغرام غنسميه دروات. لكن باش الروبو يدور على دروات، باش نضرب واحد الطريقه اللي هي سريعه، غادي نخلي المحرك على اليمين يمشي في نفس الاتجاه، ولكن المحرك على اليسار يدور في الاتجاه المعاكس. اذا غنغير جوج الحوايج، غنغير منحى دوران المحرك الثاني، هي الدي 7 والدي 8. هذه كانت قيمه عليا، انا نرجعها نيفو با، وهذه كانت نيفو با، نرجع النيفو. لاحظوا اذا هنا هذا البلوك هذا لتقدم الروبوت، محركين بجوج كيدوروا نفس الاتجاه، قيمه عليا قيمه دنيا، هنا قيمه عليا قيمه دنيا بالنسبه للمحرك الاول والثاني في نفس القيم عندهم. وهنا باش الروبو يدور، المحرك اللي على اليمين كيدور في نفس الاتجاه، ولكن المحرك اللي على اليسار كيدور في الاتجاه المعاكس، وبالتالي الروبو ديالي غادي يحاول يدور واحد الزاويه بسرعه. اذا بعد انجاز السو بروغرام او البرنامج لتشغيل الروبو الى الامام لتقدم الروبوت، والبرنامج لانحراف الروبوت الى اليمين، الان غنحاول ندخل الشرط اللي هو عنده علاقه بالوبستاكل او المسافه. لاول حاجه غنجيب واحد المتغير، او واحد المتغير اللي غنسميه هو هذا. اللي غنحدد هذا المتغير اللي غنسميه لا ديستونس، اذا المتغير اللي غنهضر عليه هو لا ديستونس. ولكن شكون اللي غيحسب لي لا ديستونس، او شكون اللي غيحدد لا ديستونس او المسافه؟ هو الملتقط لو كابتو. غادي يمشي هنا بلاصه لي كابتو، غنقلب على التخصص اللي فيه جوج ديال المرابط. الى التخصص ديالي هو هذا اللي بغيت، غادي نجيبو هنا، غادي نحطو هنا مثلا. لاحظوا بالنسبه لهاد لابوكل هادي، غتحاول ما امكن يحدد لي واحد المتغير اللي سميناه لا ديستونس او المسافه، اللي غادي يعبر المسافه هو هذا. دابا الان خاصني ندير واحد الشرط باش نتيستي هاد المسافة هادي، وندير واحد الشرط اش ممكن يدير الروبو. واش الا كانت المسافة قل مثلا مع 10 سنتيم او 12 سنتيم، واش الروبو يتمشى ولا ينحرف؟ اذا باش ندير الشرط، اولا خصني ندير واحد لا كونديسيون، واحد التيست. غنمشي للستركتور، غندير هنا كاينة ان تيستي او تيست اكزيكوتي الوغ او سينو، يعني تيستي هداك الشرط واش تحقق وينجز واحد المهمة او العكس. اذا غنجيب هاد الشرط هذا، اذا بعد وضع هاد الشرط هذا نحدد القيمه ديال الشرط اللي هي تيست. انا بغيت نتيستي المسافه، اللي غنجيب هاد المتغير هذا. اذا اش غنتيستي؟ غنتيستي لا ديستونس. اذا ممكن نقول هذه نكتب بحالها، ولا ندير ليها فقط كلوني هنايا باش تعطيني نفس السميه نفس الكتبه باش ما نغلطش. اذا غنتيستي لا ديستونس، واش لا ديستونس قل من 10 سنتيم. نمشي هاد لي فاريابل هادو وهذا،
نقول مثلا 10 سنتيم، يعني هنا اش غيدير لي البرنامج؟ غادي يحدد واحد الفاريابل سميتو اللي هو ديستونس، غادي يعبرها بالالتراسون، غادي يشوف هذا ديستونس اللي هي كابتي او ملتقطه في هذا الملتقط هذا، شوف واش كاين اقل من 10 سنتيم. اذا كانت اقل من 10 سنتيم اش خاص يدير الروبو؟ يدير خاص يمشي يجيب ليا هذا البروغرام، خاص يدير هذا البروغرام هذا باش يدور الروبو ادغوات. اذا ما غنجيبش انا هادشي كله، غنجيب غير السميه ديالو من هاد السو بروغرام، هاد السميات نو السميه ديال السو بروغرام، ونعطيها نفس السميه اللي كاين هنايا، هي دغوات كي مكتوبه نفس الطريقه. اذا كان المسافه ملتقطه بالروبو هي اقل من 10 سنتيم، خاص الروبو يدور ادغوات. وشحال غيبقى من المده هنايا؟ غيمشي هنا لو طون، غادي يختار لي مثلا واحد ألف ملي سكوند، هي ثانية. لاحظوا كل ما درت المسافة هنا كبيرة الروبو غيدور بزاف. مثلا هنا درت ألف ملي سكوند اللي هي ثانية وحدة، الروبو تقريبا كيدير دورة دار 180 درجة. إذا درت مثلا 500 ملي سكوند الروبو كيدير ربع دورة. إذا أنا باش الروبو ديالي يلقى لوبستاكل أقل من 10 سنتيم، خاصو يدور واحد شويه ويزيد وتم يتقدم للامام باش يشوف واش كاين لوبساكل ولا ما كاينش. الا غادي نجيب ثاني هاد سو بروغرام، الا نفس غندير هنا كلوني، ولكن غنسميه هنا حيد هاد المسافه، ولكن هنا غندير مارش. اذا لاحظوا الروبو الا كانت المسافه اقل من 10 سنتيم غادي يدور على اليمين واحد المده صغيره ثم يتقدم. محد الروبو باقي في هاد لا كونديسيون قل من 10 سنتيم، هاد المسافه قل من 10 سنتيم من الحاجز او لوبساكل، غيبقى يدير العمليه هادي. الا ما كانش هاد الشرط هذا، يعني لا ديستونس اكثر من 10، المسافه اكثر من 10 سنتيم، خاص الروبو يدير مارش، يتمشى عادي بلا وقت، بلا مش يتمشى بشكل عادي. اذا هدف ما يخص البرنامج اللي غيمكن من انجاز الروبوت ديالي. لاحظوا نعاود باختصار، هاد البلوك كله كيخلي الروبو ديالي يتمشى للامام. كاين متغير اللي كيتحكم في المحرك الاول، يعني السرعه ديالو باش ياكتيفي، ثم جوج المتغيرات للتحكم في منحى دوران المحرك الاول، ونفس الشيء ثم هنا عندي ثلاثه ديال المتغيرات دي 9 ودي 7 ودي 8 للتحكم في المحرك مع السرعه ديالو، وهنا للتحكم في منحى الدوران. اذا هنا الروبو ديالي كيمشي للامام، عطيتو نفس قيم مستوى قيمة عليا وقيمة دنيا في المربط دي 4 ودي 6، وقيمة دنيا وقيمة دي قيمة عليا وقيمة دنيا في المربط دي 7 ودي 8 للمحرك الأول والمحرك الثاني، عنده نفس القيم. إذا الروبو ديالي غيتمشى، هنا الروبو ديالي غيدور على اليمين، لأن المحرك الأول كيدور في اتجاه الأول ديالو، والمحرك اللي على اليسار كيدور في اتجاه المعاكس، بالتالي الروبو غينحرف. كيبقى ليا فقط إنت غنوظف هاد مارش أو دغوات باش يمشي ولا ينحرف على حسب المسافه اللي حددناها بهذا الملتقط التخصص. يحددنا في 10 سنتيم، كانت المسافه اقل من 10 سنتيم الروبو ديالي ينحرف على اليمين واحد المده صغيره ويتمشى ثاني ويبقى يعاود حتى يفوت، حتى تكون المسافه اقل من 10 سنتيم، اكثر من 10 سنتيم. اذا كانت المسافه اكثر من 10 سنتيم الروبو غيتمشى بشكل عادي. فاش كنسالي كندير تيليفيرسي اوتوماتيكمون كيعطيني نسج، كيعطيني البروغرام هنا مكتوب مقاد، ما احتاج حتى شي حاجه، وكندوزو البروغرام ديالي. يعني قبل ما ندوز تيليفيرسي البروغرام كنفيريفي البور والنوع ديال بطاقة الاردوينو وكندوز البروغرام ديالي. هذا فيما يخص البرنامج. اذا بعد انجاز البرنامج الذي يمكن من تشغيل الروبوت المتفادي للحواجز، قلنا ان هذا الروبوت يتنقل إلى الأمام عند تواجد واحد الحاجز أمامه، يتراجع إلى الخلف باستعمال ملتقط التخصص. بالنسبة لربط العناصر مع بطاقة الأردوينو، عندنا هنا الملتقط التخصص، ثم عندنا كذلك الدارة أو الموديل L293 الخاص بوظيفة توزيع ديستريبيسيون دينيرجي بالنسبة للمحركات.